إخوتي وإخوتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم عندنا ضيفة للمرة الثانية تأتي معنا، هذه هيفاء الزاقي اللي هي فيترينار بيطرية مختصة وتلعب دور هام في الجزائر العاصمة وضواحيها، وشفناها في الميدان عبر الفيديوهات في لو سيت نتاعهم في فيسبوك ولا في يوتيوب، أين تعمل مجهود جبار. وهي راهي تخدم مع الرفق اللي راكم تشوفوا فيها الفوق، ومادا بيا فو فو زابوني لاشين ديالها الرفق باش تشوفوا يعني الأعمال الجبارة ديالها اللي راهي تواسي فيها، خاصة ولا غير للحيوانات، لأن هذا خلق الله هذا راهو مهمش تماما، وراهو في كارثة في الجزائر، وهذه سي تاكوز دو لا مونتاليتي، العقلية الفاسدة اللي عندهم الجزائريين، اللي جاتنا عندها واحد 20 ولا 30 سنة. هاد الناس كيفاش يخليو الحيوانات يسوفريو، انا شفناها في العياد كيفاش يجيبوا الكباش ويتناطحوا ويضربوا الناس كبار 40 50 سنة، يشوفوا في المناظر هذه، يشوفوا في الكباش كيفاش تواسي وهما مش عارف كان بليزير عندهم. يعني شفنا كيفاش يحرقوا في لان في الحمار، يرمي عليه ليسونس ويحرقوا الكلاب، رموا عليهم ليسونس يحرقوهم، شيء رهيب. منين خرجوا هاد العباد هادو؟ هذه الشيء لن يفهم ابدا، يعني سي انكومبريهونسيبل، من المستحيل يعني ان نوم ولا يفهم نورمالمون كونستيتوي عندهم عقل يعملوا هاد الاشياء غراتويتمون. غراتويتمون يروح يعذب ولا يروح يضرب ولا يروح يقتل حيوان هكذاك. دونك هيفا، اهلا وسهلا، وراكي شرفتينا بحضورك. شكرا، انت شرفتني بنداءك للرفق وما نسيتوش وفرحني هذا كثير. شكرا، ونشكرك على المجهودات الجبارة، يعني راني نقولها لك من صميم القلب كما يقولوا، لان شفتك في الميدان يعني، وراكي تعاني، وراكي حتى حياتك الشخصية جاب لي ربي راكي فرطتي فيها على جال الحيوانات. والله اكيد اكيد تضحكي، باسكو راني قصت صح. والله العظيم ما تقدرش، لازم ما بحوايج كيما هذه، ما لازم تفرط، لازم ما ساكريفيس، مالوغوزمون يكون ساكريفيس. ولي هذا، اشكرك جزيل الشكر. المشكل اللي كاين ثاني من طرف الحكومه الجزائريه اللي ما تعمل حتى شيء، او كونترير هي راهي اترافير هاد الجالوفه ديالهم راهم يعملوا في اشياء يعني غريبه، يعني كيفاش يقتلوا في الحيوانات بهذوك طريقه السوفاجري لي طابور. يعني انت راهو كيفاحك شفناه، هل فيه يعني رد فعل من طرف الحكومة ولا من طرف مش عارف انا؟ هو شوف الاشكال كما قلت لهم، اللي ما خدعتهمش، درنا دي بيتيسيون، فيقناهم، بعثنا لهم دي ميساج دي سيبر اكسيون، اون اي يو لمن ديغيام لمن فوالا بعتي؟ ديغيام تو الموند، مينيستير دي زافير ريليجيوز، مينيستير دو لانتيريور، مينيستير تاع لا جيستيس، مينيستر دي زافير ريليجيوز. علاش مينيستر دي زافير ريليجيوز؟ قال لك ما نقدروا نديروا والو، باسكو علاه حنا نتكلوا حنا ايطون كو دي الجيريان اون جينيرال، نتكلوا على الاسلام، نتكلوا على الاحاديث، نتكلوا على القران، نتكلوا على هذه نورمال، دي سي نوتر باز. ولكن في الجزائر الحاجة اللي تنفع كامل ما يستعملوهاش. واش قال لي رئيس الائمه؟ قال لي قلت له ديروا لنا فتوى على الاقل بور لا ستيريليزاسيون بور اريتي هذا الكونفلي اللي عندنا. قال لي علاه راكي في دوله مسلمه باش نديروا؟ سي فغي ما كاش فتاوي كي تحوس عليه، ما عندناش فتوى، جو فادير سي فغي اون با فيقني، ما كاش فتوى في الجزائر، ما كاش ما ايش تقدرش تفتي على حاجه، ما كناش دوله مسلمه اصلا. دونك ديجا اون زاب هاد العام، حتى المينيستير تاع لي زافير ريليجيوز قال لي اون بو ريان فيغ، سي تري غراف، يقول لي اون بو ريان فيغ. نو نو سي با غراف، انا بور موا ينا ريان افوار لادون المينيستير هذا. سي سي
Si. اه هو ايزي الى بوكو افير، ولا هاي يقدر يبداو في الخطا في الخطاب اوف لي بريش تاعهم يا اخي، سي امبورطون سا با توشي لي خدامين اللي تما، باسكو بيتيتر هما مي يسمعوا لا ديريكتريس يسمعوا لا فيترينار اللي تما، بصح كي يسمعوا الامام تدخل الامام يخليهم شويه يرطاب قلبهم، يحكي لهم يقول لهم لي سا دو با سفير كوم سا، الامام كي يهضر في لا تيلي لا داي با تصوتات لي فاجا باسكو غلط، وقلت بلي كان امام ثلاثه ولا اربعه امام اللي عيطوا للكالوفه، جي يو دو غرو بروبليم، كيفاش تهضر على الامام هكذا؟ تخيل بوغ دير بلي كان عندهم دور، راك فاهم؟ دونك هضرنا معاهم ابخي تو سا، درنا لي فيديو بعد كنش درنا معاك، اون رونكونتخي لو شيف دو كابيني تاع لا ولايه، سي فغي سي دي جون كاع سامبا اي تو، مي جو كخوا العقلية هذيك تاع يبلع طو كي يسمعوك يبخان تو لوغ طون باش يسمعوك ويقيموك، مي ابخي ما كان والو، تسمى الشعب عاود تشترى بهذه الطريقة، بكري كنا نقولوا ما مش يسمعوا، دركا زعما عاد يسمعوا عاد مي بو ريان فيغ، ما يعطيلكش حلول، انا واحد كي يسمعك ابخي كان جوغ ان موا يعيط لك يقول لك اسكو جو بروبوز، بعد ايه كي وريت له لي فوتو، اسمع كي وريت له لي فوتو عيطت تو سويت لا ديريكتريس تاع الكالوفه، وي قالنا فوزي افي تو سويت لي بارليك، واش قال لها اخي فوزافي؟ يفو تو سويت كو بو بارلي ا سي بيرسون، شو صاري كي وصلنا عندها عيط لها بوغ سافوار سي اوني فوني اوني بارتي شي زيل ولا لا، بوغ كونفيرمي هضرنا معاها، مي مالوروزمون جو دي لا فيريتي سي اون بيرسون افيك موا ا تو غاشي، واحدة سوا ديزون فيتيرينير انا تو غاجي سا فاسون دو بارلي، فوز ايماجيني تقول ديريكتريس ان شاء الله يموتوا الخدامين تاعك، واش قتلها؟ قتلها ان شاء الله يموتوا الخدامين تاعك، ما نهضروش اي اه مي مي سا نو سو في با مي جو لا كومبرون بارفيتمون، قلبها راح يطرطق. لا لا هذاك راهو خماج، هذاك ماهوش قلب اللي عندها، سي ديزولي كونت اون دي فوا ان انيمال Quand on est face à une situation, on ne dit rien, on est l'exemple. Parce que l'animal, s'il était à notre place, il, jamais il fera ça. On est sa voix. On n'a pas le droit de jouer l'image terre. Ça, là, là, là. Eh, mais. On n'a pas le droit de faire qu'il y ait un dans un bureau officiel, on ne parle pas comme ça. Oui. Bon, hadi khlina men. Chofi, dok nchofu l'émission. لي جوستيفيها دانييرمون وين تتكلمي على هذه الاشياء داكور داكور تفضل الور ما نسميش لاشين باسكو نكرهها كره يعني لانها قول فهميني كان معكم واحد مدين مش مدين سوسيولوج سوسيولوج هذاك ماشي حاجة تعدين ولا كيف يهضر كما قال وقال وقال تقولي ماشي تعدين انا سمعته قال نفس السوسيولوج لا با دو ستاتيو في الشريعة ولا اي داكور سوسيولوج وهابي والله ما على بالي على النفس تاعو بون معليش علي on va le passer à ce n'est pas comme c'est beau alors pour tes gestes de l'émission a dit normalement samedi la mrelot samedi samedi hada ah mal d'accord allez on va là c'était indirect ah c'est indirect c'est indirect d'accord ok allez نشوفوا ماذا قالت هيفاء. هو التحقيق الذي أحدث ضجة هذا الأسبوع الذي أعدته الزميلة كريمة السلامي حول الحيوانات الضالة ونهايتها المأساوية بالجالوفة.
ضجة على المستوى الوطني وحتى العالمي، أين أشادت جمعية حماية الحيوانات الفرنسية بعمل الفريق الذي سهر على إنجاز التحقيق، والذي عرض صوراً صادمة لطريقة قتل الحيوانات الضالة باستعمال الماء والكهرباء. الحيوان عنده الحق في الحياة، واحد يخلاص سمع الذكاء هذيك تاع الحيوان مرة ما درش دي كوشمار وقدر يعاودها انفسه. كتبت جمعية حماية الحيوانات الفرنسية مقالا مطولا حول مضمون التحقيق والذي دام أزيد من 35 دقيقة، أين طالبت في نفس الوقت بضرورة حماية هذه الحيوانات التي تمارس في حقها طرق بشعة من قبل وحوش بشرية انعدم عندها الحس الفطري والضمير الإنساني. تعتقد أنك حينما تقتل حيوان هكذا قال. يدخل هذا التحقيق ضمن التحقيقات الكبرى التي باشرت في إنجازها قناة النهار من أجل كشف المستور والحقائق وعرضها بكل صدق ومصداقية للمشاهد. يقتلوا يديروا لهم تريسيتي، يخلوهم بلا ماكلة، يخلوهم كلش، ويصنعوا بالأخرين بالمخخ تاعهم يصنعوا الصابون. خارج القانون. طريقة القتل بهذه الطريقة. هذه تخرج القانون ونقول لها تلاقيت مع مديرة المحشرة الجزائر ورات لي ورقة وما نساش هذيك واش دارت لي، ورات لي ورقة قلت لها لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي انيمال ان انتردي، قالت لك ما تقتليش الحيوان بالتريسيت والماء كي يكون كونسيون. واش دارت لي؟ ورات لي ورقة قالت لي مكتوبة بلي سي انكونسيون. قلت لها على بالي بلي سي با راهي كي غلطة، تسمى هي حبت تغلطني. لورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي انيمال يعني دارت لك كيفاش تقتل الحوتة كي تخرجها من الماء تموت، بصح إلا كان معول تقتلها من غير الاكل عندك طريقه تقتلها. تخيل هذه حوته تخرج من ما تموت. على تخيل الحيوانات هي عندك مدايرين ليست تاع كل طريقه اللي تقتل بها. الكثير من المواطنين هنا في الجزائر يتسالوا يقولوا هذه حيوانات ضاله، وكثير من المواطنين كانوا يشتكوا من الكلاب الضاله. صحيح انه يتم جمعها، لكن طريقه قتلها مثلا القتل الرحيم بالحيوان كيف يتم؟ هي على تقتل اولتها، هي باش تقتل. انا الطبيبه باش نقتل لازم تكون عندي اسباب. كلاب لي انا اللي صوفيتهم اللي جبتهم من برا نقول لهم ضاله، كاين اللي يحبوا يعضوني، كاين اللي رفدتهم، كم تشوفهم الان ما تتخيلش. سما كم ما عشتش انا هذه التجربه ملي كلاب الضاله اللي هم يهضروا عليهم، باسكو يفو فيغ لا ديفيرونس. الجزائريين ما يعرفوش لا ديفيرونس بين لي شيان فيرو ولي شيان ايرون. كاين ديفيرونس، لي شيان ايرون هما الضاله تاع برا هذوك اللي ما درناوش اللي قدوتك يهرب مسكين، وكاين لي فيرو هما الخطيرين. لي فيرو يربيوهم يعاودوا يرميوهم يرجعوهم اغريسيف يعاود يطلقوهم، هادوك كي سون دونجرو. بصح هادوك عندهم تقدر تانيك عندنا وين نحطوهم زياره كبيره. اسمها مش قال نقتلهم لازم يكون سبب صح تقتل. انت قلتي للوصول الى درجه قتل الحيوان لازم تكون هناك شروط، من بين هاد الشروط شروط عندك تيوبانتال، عندك كي تقتل الالكتريسيتي والماء لازم يكونوا ديجا راهم انكونسيون ماهمش فايقين. كاين كثير من الشروط، كاين تيغابا لازم تيغ، لازم تاسوري بلي الانيمال قتلته في هذيك الدقيقه ماشي تخليه يتعذب. اسمع حاجه اللي تقتل تقتل الحيوان لما تتاكد انه ينقل مرض خطير لما هاو هاك شتم كيفاش يرموا لي كادافر الاخر. الا كان فيهم الكلب يا اخي، الا كان فيهم الكلب عرفت لي الفيروس يقعد فيهم اسمع كلكو سيكوند هو برا. اسمع تخيل مرموهم في كاميون والكاميون هذا ما راهوش ميم تاع اسمع سانيتيرمون ما كان والو. طيب هي كل ما مدايره اخي هارون مثال بسيط. نحن فقط بعيد عيد الاضحى، يعني نحن في عيد الأضحى نلاحظ الكثير من الملاحظات بغض النظر عن الكلام القليل. مثلا تعامل الجزائري مع الكباش، مثلا تعامل الجزائري مع الكباش هذا الشيء اللي كنت راح نسالك. يعني اول شيء المبارزه، مبارزه ما بين الكباش بتلك نعم يعني اصبحت وعندها جمهور والكبش الفلاني 100 مليون سنتيم. ما هذا كما يقول الشيخ شمس الدين وغيره من الشيوخ الهبل والخبل. يعني بعض الاشخاص بلغوا مرتبه من الجنون يعني، وبالتالي لابد من وقفهم عند حدودهم لانها جريمه من نوع خاص. يمكن القول انه هل هناك قوانين، هل هناك قوانين يعني موجوده وتحمي يعني فئه معينه من الحيوانات او تحمي الحيوانات، وبالتالي اذا كانت موجوده فاين تفعيل هذه القوانين؟ يعني في الكثير من الاحيان ايضا عندما نتحدث عن الشروط مثلا حتى التنقل بالحيوانات، مثلا اشخاص يربون كلاب او شيء من هذا القبيل عندما يتنقل به في المدينه في المدن الى اخره، هل يلتزم بشروط
بشروط الأمن وأمان المواطنين الآخرين. ثم تساءل هل رجال الأمن في الجزائر يطبقون التعاليم الأمنية على هؤلاء الأشخاص الذين يتنقلون بكلاب مفترسة كما تكلمت عنهم الدكتورة، مثلاً بيتبول، الروتفايلر إلى آخره. لا ماشي هادو الفيرو، الفيرو ماشي هادو المفترسة، باش نتفهموا الفيرو هادو كلاب ترباو. ترباو معاك، ربيتهم يامات، والفوا الإنسان والفوا السيارة ما عادوش يخافوا، عاود طلقتهم رميتهم. هادوك عاد رجعني طاس، هادوك يسون دونجرو باسكو علاه يخرجوا ما يخافكش، باش هذا كي تحكموا تعاود تحطوا تعسى يفيد. مين دي في تبولو قاع أنا وصلت نخيطهم لا أنستيزي دكتيا، لازم يكون شروط باش تربي، ماشي أي واحد اللي يربي كما طفل صغير. درك حتى الأبوين ماذا بينا يفوتوا على البسيكولوج مش عارفة شكون يربي ولا ما يربيوش. بارك الله فاهم. درك هو مش الإشكال، الإشكال إحنا اللي عندنا سوبوز لي زالجيريان بكري يحبوا الهيشة، بدات من قالوفا. قالوفا كانت قاروفا، قاروفا من 1840 جابتها لا كوليزاسيون، جابتها لنا فرنسا، هذه ماشي تاعنا. كان واحد اسمه الاسبانيول اسمه قاروفا، يجيبو يرفد هكا في الكاجات يحط الكلاب والكتوطه. لي زالجيريان كيعيطوا او قاروفا جا قاروفا جا، يهربوا الكلاب والكتوطه باش بيرفدش. هذاك الوقت فرنسا دارتها بالعاني باش الوبليج لي زالجيريان فاكسينيو، وكي فاكسينيو يدراهم. ودركا حنا يحوسوا يقتلوا ودايرين نعجب ندم كل شهر الفاكسان تاع لاغاش على فيتيرين عنده شهر وزياده ما دخلش. كيفاش تحارب المرض وداي ماكش ماسوري؟ هاو الاشكال. لي زالجيريان بكري عندهم، انا كي ندير لي صوفتاج برا عندهم عقده، صح عقده خفيفه، يقول لك شوفني معاك قط بهديله، عندهم عقده بصح كي تتحل هذه العقده والله غرشتهم يديروا العجب. صحيح. قلنا هضرنا، وصلنا هضرنا مع في الولايه مع شيف دو كابيني، هضرنا مع لا ديريكتريس، درنا مانيفيستاسيون سيتين راك تعرف نعم نديروها معاك ما كان والو. حوايج سهله اسم هما راهم درك هادو مساكن اللي يخدموا في القالوفه اللي راهم يرفدوا. هذاك البيطريه تقول شي تعمر لهم راسهم، تقول معليش خليهم يعايروكم، ليسونسيال راكم ما على بالناش راكم ديروها ليهم باش تحميوهم كونتخ الكلب. صح يا اختي البيطريه، راه كاين بوس فاير دوك الكلب انا يعضني كلب حاجه الاولى راح نروح نلقاه نفسي. صح كاين امراض يجيبها الكافر ويجيبها اسمه الفيران، ما تقدرش تعرف حتى يفوت عليها ما كان 7 ايام 10 ايام وكيبان الاعراض يا ربي لقاو امام مرض. اسمها ماشي هي هذه خدمه، هما مساكين يتبعوا يرفدوا هي تلمون ماشي جهد، لا مساكين يقول لك نخدموا اون لي كومبرون فو ترافاي، حبينا نرجعوا للميتيه في نوبل كي حكموا يقتلوا. ام عندهم دراهم يا اخي، عندهم دي شارج مؤسسه عموميه، عندها عندهم كيفاش نقولوا ميزانيه مخصصه، ميزانيه مخصصه يداوي وكلش. وين راهي الميخاد كيفاش يقتلوا؟ اسمه راهم الدبابات هذو اللي راهم يداوي بهم راهم ايضا فوالا فوالا. انا هذا وين نكمل الشريط بون تي ما كنتيش تسمعي فيه نتي انا على كل حال على بالنا دو كوا يساجي. في ناس راكي تحفري، واش راكي تحفري؟ واش كاين؟ راكي تحوسي على الذهب؟ حسي بلا في ناس راهي تحفر علي بيع بيع. دونك انا شفنا هاد الشريط هدايا هاد القالوفة، يعني اسكو فيها حل؟ يعني اسكو دوكا نهضرو اونيتمون سيديا دي شيان ايران حبسي قبل ما نهضر على هذه، اسكو لاراج مازالها كاينه في الجزائر؟ مازالها كاينه، كاين ماشي البروبليم سي كو اون احلي هذا نظلموا لي شيا كلوغا كل شبال كل بقره كل كبش كل غنا هذو كاع عندهم لاغاج. على بالك اون اوروب لاغاج ايغاديكي ايغاديكي بيان سور، باسكو ميم لي غنا ميم لي غنا داروا لهم لي فاكسان بيروس. حنايا لالجيري كبيرة، لي فرونتيير الصحراء راهم يدخلوا ويخرجوا سي با واش، ما عندناش تحكم، عندنا ميم با اون ستاتيستيك تاع النومبغ دانيمو ايرون. تي بو با ميتريزي اون مالادي تو ما عندكش دي ستاتيستيك، راك فاهمني؟ على هادي دركا ونا دي غيبتيغ، ايماجين اون اون غيبتيغ تاع لي فاكسون تيغا بيك اوزاج فيتيرينار، سي تخي غراف. ويا كلكو زاني جي سينيالي سيلا او مينيستر اللي كان قبل. قلت لهم كومون سا سفي لا مقطوعه مينيستر تاع ماش هذا كان مينيستر دو لاغريكولتور اه اللي كان قبل والله نسيت من بعد يتبدلوا اللي كان قبل هو هذا واش ابليك مينيستر عيط قال لي روحي لون اورجونس بعد ديك جو ديفوار دو مينيستر لافي دي ديليغي
ديليغاسيون تورك ولا كان حيطول لنا ما قدرتش نستنى. درك هضرت مع الدي اس في تاعو ديريكتور سونتي انيمال اللي تي شوكي قال لي ما على بالناش اي تو ما ميم بروبوزي غادي تخدم لا سبيكسيون فيتيرينير قلت له ما نخدمش معاك قلت له جو ديمون باسكو لي فيرم هادو اللي ما راهمش مديرين ستوك تاع الاخر الباي دي بيناليتي باسكو كونت اون فاكسين با راهي تمشي لاغاج ولا لي كا كاين بزاف اون ا دي كا دو راج بصح لا بلوبار يقول لك دي كا دو راج لانستيتيو با ما يروحوش لانستيتيو باستور كيفاش تقدر تقول كا دو راج كاين بليزيور مالادي كاين سكو نابان دياغنوستيك ديفيرونسيال ستادير كاين مالادي دو كاري دير فيها لي سيمبتوم دو راج كاين دي بروبليم مالادي تاع الميننجي باغ كيلكو مالادي فيرال باكتيريان اللي عندهم لي ميم سيمبتوم دو راج سي فري كاين سيتاسيون يقول لك توت راج ريان اي راج سا اكزيست par SMS ou la le site inter le site de l'Institut Pasteur on n'est pas au courant nous on a le foyer de rage d'accord ce qui est bien très rare l'Institut Pasteur algérien c'est à dire toute personne a un animal mettre là y a tu peux te dire l'Institut Pasteur mais le 24/24 7 jours sur 7 حط le cadavre تاعها في l'Institut Pasteur c'est déjà pas mal je trouve c'est magnifique Ou est-ce que des mesures sont prises pour que les chiens et les chats aient une douche? Est-ce que le gouvernement a maintenu le ministère de l'Agriculture? Est-ce qu'il fait son travail? Ah, l'Agriculture, tant que je ne suis pas le mec là, ou la chose qui me suit dans le cas, je ne suis pas le bon homme. Je ne suis pas le bon homme. Il y a peut-être quelques conférences, quelques journées de formation pour les carnivores domestiques d'être, mais il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas de... Il n'y a plus par les chirurgiens vétérinaires, mais après, ils déroulent la stérilisation et la castration. Les vétérinaires, mais après, ils déroulent. On a créé tout le monde, on a appris. Tu sais pas ce qu'on a appris la stérilisation, Roma? Oui, on a appris la stérilisation, on a 20 personnes, ils ont appris le vétérinaire, déjà, ils ont appris la preuve de la chirurgie. On m'a appelé à l'école, زعما باش ندير معاهم ان بلانينغ تاع يديروا لي ان كرينو سبيسيال بوغ الريتخ بوغ لا ستيريليزاسيون هذاك لي انت واش دخلك تجيت بروغرام الخدمه تاعي ديجا لا بريمال مسكين ديريكتور تاع لان بي كان سما كاش خمم خلقتنا كاع البروغرام ديريكتور تاع لان بي واش بيه هل كنت نلقى البروغرام on a les planifié quelque chose avec des journées de stérilisation de vaccination تفهمني de sensibilisation le MV اللي راهي في الحراش هيك بوليو بلفور الجديده ماشي ديجا قلت له كي كان ديريكتور ايماجين قلت له قال لي فزافي في لو انفي تبدلت كبارت عدد فوارات قلت له يعني شوف الله يبارك قلت له قال لهم بس لي زيتيديون كثروا قلت له تري بيان قلت له سي توجور لي ميم بروف جو موز اسيغ لي بروف مازال لي زيتيديون اللي يخرجوا شنو ما يديروا ما يقدروش يعلموهم دونك هم يخرجوا لك دي ديبلوم دو فيتيرينير مي اون رياليتي ني ساف ميم با سي كوا ان انيمال يخافوا ان شي يخافوا ان شي ني ساف ميم با سي كوا شكون جاي ديك النهار قالوا لي هذا راه يعذب وكاع قلت له مي سي نورمال كيفاش تقدر تفهم واحد الرحمه طو ما رباش ما تقدرش تفهمه ما تقدرش تفهم واحد تقول له حاجه ما الحكم يدوقهاش لو بروبليم تاعنا لي زاجيريان سكو لي بارون الصغار يعلموا دراري يكونوا دي فامي داكاي ما يربوش دي فامي داكاي تاع لي جروب ما بوغ لي زونفون يعرفوا تي كوا ان انيمال اكي رحتي اكي رحتي التليفون هذا يا لك سفافيا فوالا دوك سي بون سفافيا وي قلت لك سوا اكس ايغريك فيتيرينير او با اون فوا ايز اون با دو ريلاسيون افيك لانيمال يعرفوا سي كوا لانيمال سي غراف سيرتو انت يا فيتيرينير تعطي الهضره هادي سي غراف سي الجزائر وشنو هذا ما نكذب على حتى واحد سي با لو فوت
Je n'ai pas dit que c'est Normalement, leur faute, même si on parle des gens des vétérinaires. l'école nationale, normalement, s'oblige d'être des familles d'accueil de chatons, d'être familles d'accueil. Donc, ils ne savent pas ce qu'est un animal. ولكن هاكي قلتي قبيله على الدين، هضرنا على الدين وقلتي على الدين. هالدين ابو هريره قال لك الكلب منجوس، الكلب أبو لازم. هريرة كيفاش انا ما فهمتش الناس يسموا أبو هريرة ما يقراش القرآن؟ كيفاش يسمى أبو هريرة ما يقراش القرآن؟ في القرآن إن الشام جامي إيتي سيتي، صح ولا لا؟ لا خويا. جامي إيتي سيتي، اسم ربي إنسان باش يسيت الشام. مي الشام إيتي سيتي. بلي كان مع لي شان في أهل الكهف. إلا بارلي دو لا فيدينيتي، قعد معاهم بلي بلي إلي ديفون. أو بلوس واش قال؟ ويتاريتوهم ويتاريتوهم. إلا بارتي وسي ما قالكش كانوا ثلاثة وكلب، كانوا زوج وكلب، ثالثهم كلب وهم يسمى يربيو الكلب. حنايا حنايا الطبيعة ما فهمتش أنا كيفاش نسميو الغاشي، اسمه أبو هريرة، ما يتمروش ما ماهمش حفظ في القرآن بحوايج ماهيش مكتوبة. كيفاش القرآن هضر على الكلب ما هضرش على القط، بصح أبو هريرة كيهضر على الكلب. هكا رحتي هكا رحتي هكا رحتي دوماج لا كونيكسيون تاعك. الو راك تسمع فيا؟ لا سي بيان، ابقاي هكذا مانيش عارف بالك بوجيتي ولا. ايه كي نهضر نتنرمن نتحرك. ما تحركيش يرحم بابك، ما تزيدش تحركي، ابقاي هكذا. ايه واش قلتي؟ قلتي يسمعوا لابو هريره وما يسمعوش؟ قلت لك القران. اه. جميع ما سيته فيه القرآن القط. يا اخي. كاين آية مكتوبة فيها هر من القط. إلا سيتي لو شيان. لو شيان ايطون عام ليسان تاع اهل الكهف. اون بليس سورة الكهف لازم يقراوها شاك فاندغودي. يقول لك سي بيان دو لا ليغ شاك فاندغودي، لا سيتي لا ريسيتي شاك فاندغودي. اون بليس يقول لك ثالثهم كلبهم، ما قالكش كانوا زوج وكلب. يفو كومبخوندغ سيت فريز. سما لو شيان يابارتي ا سي بيغسون. حنايا دركا اسمه ابو هريرة قال من نجس. ابو هريرة ولكن ابو هريرة شكون؟ يحب القطوطة سيغت كيقول ابو هريرة. مي اللي يحبوا القطوطة سي كونو كيما يحبوش الكلاب. إذن بليس دون سيمباتي بوغ القطوطة كو بوغ لي شيان. إذن كي تخوفي دي زيستواغ بوغ لي شيان. إي ميم الناس أهل الرسول وقالوا له، قالوا له أبو هريرة أغت من الأحاديث تاعك، كيفاش قعدت تتلازم مع الرسول عندك أحاديث أكثر من حنا من لا فامي تاعو؟ سي با نورمال. أبو هريرة بور لو بو كيل افيكي افيك لو بروفيت عنده 5300 حديث كما قال رسول الله. 5300 سي دو دومين دو لامبوسيبل، من المستحيل يحفظهم في المنصيره. انا نقول لك سي دومين دو لامبوسيبل. بون هذا مساله دينيه، دونك احنا انا شفنا بلي الجزائري ما عنده ولا دين ولا اخلاق ولا هم يحزنون. هذا واقع، فو با افوار بير دي مو. وهذه جاسيم جو سوي سكو جو سوي اون تران دو دير. الجزائري راح له الدين تاعو، راحت له معاملته مع الناس، مع الحيوانات، مع الحياه، مع كل شيء. ولكن توفق كنت دير سوفتاج جلت فيها افيك دي زالجيريان جو تاسيغ او مومون دي سوفتاج تشوف فيهم حاجه واحده اخرى. بيرسونالمون جو جامي دو بروبليم. صح في الاول ما لقيتش واش ندير، كان يعيروني فهمتني، بصح انا العنف يجيب العنف، انا ما نتبعهمش. هيا نقولوا هيا سي توجور علاه يقول لكم اون اي ليماج دو لانيمال اونتر بارونتيز. يا اخي دركا كي معايا يسبني ما راحش نسبو، كاين الناس يقولوا لي انا واحد جندام كان قدامي طبع بكود فيه الكلب ما زعفتش باسكو الا سي ريزون، مي على بالي جو بي اسي تو فيغ بوغ كو سي شيان سوا ريسبكتي. اكون سا سير نضرب ودركا راهو صاحبو الكلب انا فوت لقيتو يحوس مع الكلب هذاك اللي ضربو كود فيه. حنايا عندنا في الطبيعه العنف يجيب العنف، يفو سيمباتي كيما يهضروا نطيق معاهم. اي سيرتو لا ريسبونسابيلتي عاونوني، كيما متشراك الفم، روح تعاوني شد لي، اي راه نشربوا قهوه نتسناو، كيما يفو نسيي ندخلهم في المعمعه هذه. اي با بون كوراج. الوغ هيفا القطه هذه افاغل اللي راهي هنايا، هاد لي دو شاي لو شيان سونت ادوبتي ياك؟ واي. دونك القطة هذه بيضاء ما تشوفش، ما تشوفش هايلة وتتبع وتروح ونظيفة وتاكل ما تقلقوش كاع الحكومة واش مقلقتني. لا با بيزون دو سوا بارتيكولي.
pour se déplacer, qui pêche ou là, elle se déplace pas. Si elle se déplace, tu l'as sauté. Tchim, bel flair. بالفلير تواد كي تبان لي لونفيرونمون تصوبي لي من بلاصه لبلاصه تبع لك طوط على الفيسي بس ما وين بدل لا ليتيغ تبعها نو البي تري بيان سي في دو شا بس ما تقلقش او كونتخيغ تلعب عندكم حتى تقولوا بلي راهي قاعد بيكم اوكي دونك وهذه الروجيه الصغيره هذه شحال عمرها؟ روجيه دي ما عندهاش شلاغم ما عندهاش شلاغم والله ما على بالي لا لا استعمال في عمره برسك برسك دي مو زيادة دي مو زيادة فعنده شلغم مقطعين ولا كيف مش عارفه كيفاش صرا له دونك ماشي فاسا مي سافا سافا لو بوشي نورمالمون راه ساغو بدو تسكول راه مطين اه ساغو بوش ساغو بوش اوكي هذا قال لي ادوبتي اي هذا سي شيان ولا شيان لو بلون اه سي ان شيا ايزي نايت هذا تاعك تاع سوفتاج دي فاكسيني ها دي فاكسيني تو با بيان بور لي اي بيس فيه عنده لو ميم لابيس عنده ميم لاب نديرو لهم لابيس درك قعدوا كلكو زون حتى نطبوا الارض ونزيدو نشرو ان اوتر لو دو بيس داكور عندنا خميس و عندنا عندنا دوك نشوفو وين نشوفو deux vidéos تاع هاد لي شيان اي شا داكور فوالا دونك هادي الصغيرة هادي اللي شتوها درك هاديك هادي هي سي سلا لا هادي هي اللي كبرت هاي كيفاش راهي دركا الو اون فوا فوار اون اوتر فيديو تاع هادي عجوزة لا شاط هادي ايه شيبوغا هنا صغيرة تبان شيبوغا اي يقول لهم شكون اللي نوفر ما غوتريت دونك هادي كان ادوبتي ادوبتي هادي جون تري تري جون عندها نص فم ما عندها تري دوس اه وي لا اي بورتون تبان عندها فم اه درك راك تشوف فيها تبدلت على واش كانت كي جبتها من البوبال كانت اصلا تقدر تمشي ولا راسها كان يلعب اه با 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 مسكينه heureusement راك هنا با ها هو انت نسيني لك على الجنه ديريكت او في الاربيل وندير زبل فيا تلقاوني في جهنم تقول لي اه وانت راكي دوري هنا هيا نشوفوا نحكي لكم شوفوا لا تروزيام اه لا لا كوم ان شا ميغريشون وهذا شكون شوفوا كيفاش عطاني لا روب تاعي دونك كيل ايطا ايلي بلون افيك روجي غير 3 طاش روج في راسو اورانج هذاك اللي برد واش لي زافيرس اللي غرق في لي زافيرس هذاك لا ديرنيغ افيرس يا اخي قاوه في الطريق مرمي وحده وخلاص كبر درك ماشي كبر صافي ميم با 4 جوغ ملي جابته لي ولا اه وي دونك فوالا سو كي فول سوفي دي زانيمو اتصلوا على فيسبوك الرفق عند هيفا رزاقي و سيت اون اكسيون تاع النتر هيومان نورمال ولا راك قادر يعني تصوفي هاد الحيوانات وعلاش لا لا برك اون با باسي كيك شوز دو تري سيريو وهو كاين ان تيران اللي راه مكري باش تكريه باش توسي فيه الحيوانات هادو لان ما عندكش
ما عندكش لي سباس يعني، انت راك دركا تديرهم عندك في الدار. ميم با في الدار مي باغي سون كونتر سي او كابيني. اه في الكابيني. اي واحد الضيق كان معليش يا. اي جو جو شطرهم ربي ما كيتش والله العظيم الدرك كيف مربيين كيف كيف قلت لك شطرني ربي ما كانش كيف كيف اللي يقط. جيب برا يعدوا صحاب سي انكرويابل. الور نسمعوا واش سموه ابراهيم 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 نسمعوه على التيرا هذا ومن بعد ومن بعد نحكيوا عليه. دونك سي ان تيرا نحكيوا دركا سي ان سي ان تيرا اللي وين جاي التيرا هذا وشحال فيه؟ ما جاي بالي هو يقول لي قريب 5000 متر كاري. 5000 قريب اه و دونك لازم داكور دونك نسمعوا اون بريمير فوا ابراهيم. اه 180000 سيمات اه صافي 10 مليون و800 و10 مليون و800 3600 بيكي بيكي وعندكم الزوت عاش باش ديرهم في تاع لي كوندور. اه شينا كيما هادي هاي شينا باش كوندور. شوف هذاك يا عادي حتى هذا راه شين. اه شوف شحال خلى الزيتين في طوب الزون داكوغ كان مسكر. اه كوندور شوف تجبد. اه عندكم زوج بارات 9000 و 36 كوندور 4 ملايين و 200 4 ملايين و 200 تاع باش نديرو بها نخدم لكم الكرياج قاسم الجبد. اه قاش ما جبنا قاش ما جبتو هذاك اللي جبناها برك هذيك ربعه هو راه 80 متر هيفا. ايه ايه على بالي قاسم راهي توصل قريب للطرف. اه ما تكفيش هذيك هذيك تجيكم 20 بي في 80 متر. اه تجيكم 40 بيك. اه 40 بيكي كي تقسميها تجي 20 كي تقسميها 20 بيكي كي تقسميها على زوج تجي 40 بيك. اه 180000 سيمات. اه صافي 10 مليون و800 و10 مليون و800 3600 بيكي بيكي وعندكم الزوج عاش باش ديرهم في تاع لي كوندور. اه شينا كيما هادي هاي تجي شينا باش كوندور. شوف هذاك يا عادي حتى هذا راه شين. اه شوف شحال خلى الزيتين في طوب الكوندور داكوغ كان مسكر. اه كوندور شوف تجبد. اه عندكم زوج بارات 9000 و36 كوندور 4 ملايين و 200 4 ملايين و 200 تاع باش نديرو بها نخدم لكم الكرياج قاسم الجبد. اه قاش ما جبنا قاسم ما جبتو هذاك اللي جبناها برك هذيك ربعه هو راه 80 متر هيفا. ايه ايه على بالي قاسم راهي توصل قريب للطرف. اه ما تكفيش هذيك هذيك نزيدو خمسه واحد اخرين نزيدو 63 شحال قلنا لكم 8 جبتو 4 4 زيدوا ربعة كيما درنا الحساب تسمى ربعة هادوك وزيد ربعة ملايين تاع واحد اخرين لي بيكي ربعة ملايين و 200 بيكية مع غير اسمع ربعة ملايين بيكيات تاع اللي جبناهم كرياج تاع البارح كرياج تاع ربعة تاع البارح شنو ندير دركا جيبوا لي ربعة ملايين و 200 تاع الحديد. اه والسيمة وسي اه وسيناه سيمان هاي والله سيمان عندك شحال شكارة تخدم لها زوج بيكيات في الصغير باش تقول لها ياكل شكارة. اه والصغار كيما هادو زوج بشكال والكرافي ورمل الكرافي ورمل عليه داك اوكي وانا نسيت خدامين يجوني طوايو هادي وشحال وشحال خدمت الخدامين مليون ونقوا لي كلش مليون مليون ينفعوها حتى للسوق داك اوكي راهم غير اليوم ان شاء الله ما جاوش مي غدوا ان شاء الله الصبح الله يبداوها ينقوها كاع. اه باش نقدروا نديروا دونك هذا الجهاز بابا ندير الكرياج فيه كاين كرياج لهنا وين هذا الجهه نديروا فيها الكرياج راهي مخدومه عندكم قريب 100 متر مخدومه. اه داكو اه غنغطيوها غير بالخضر هذا اللي قلت لي عليه الخضر هذا هو وين رفيت انا نقيتها غير يعني نقوها ندير لها الخضر حتى الفوق. اه ما كانش فين تعوجت هكذا نطبعوها بال لا لا مش معوج مش معوج مش معوج كاع كاع بس باش تبان لهم هذا راهو غير الحشيش غير الحشيش غير يتنحى الحشيش هذا غدوه ان شاء الله الله تبارك يبداو غير ينحوا لي الحشيش هذاك. اه يخلي الخرم الاختراع يتحرق من 800 غرسوها عفسه ما على باليش تغرسوها
شجره هذا. اي بعد كذاك تاع الشجر دوك لازم البارات هادو. هذه اللي هنا نجيب لها البستان هذه تاع الدخل. البارات عند من يتباعوكم؟ واحد يقول لي كما البارح. البارات عند من يتباعو؟ البارات يتباعو في القليعة. أنا نحكي لك على القروة. اه. القليعة كي تكون الحال فوقها. خلاص مانيش نخلص. والله كاين زيرالدا. اللي يحب يعيط لك، اللي يحب نعطي النمرة تليفون نروح معاه ولا عند الثاني. والله كاين زيرالدا. في سونتر فيل. والله كاين شركة. شكون تايا هذا بس كي يفوصف البارات وزيد تخلص الكاميون اللي تجيبهم. ايه تعاونوا شو دير؟ ها لازم تعاونوا شو راح دير؟ لا لا باش الناس يعرفوا بلي باراتهم كبار راهم زوج هادو وزوج هادو. ايه زوج تاع هادو. داكو. Alors voilà, donc on a ce matin avec Ibrahim, où comme je vois le terrain là, donc c'est quelque chose de d'important, يعني مش شيء مسخر. شحال la location تاعو هذا؟ قلي بنك 24 مليون في العام. 240,000 دينار 24 مليون. اسمع زوج ربع صفر 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 صفر. 24 مليون أنسيان. سنتيم 240,000 دينار alors les cache maçon cache عنده لي ماتيريال باش pour construire le grillage هذايا ولا pour faire la toiture ولا peu importe كل حاجه راهي مقبوله كل واحد وهذا في سبيل الحيوانات يعني اللي هما كي العباد خلق يتنفسوا يسمعوا يحسوا يتنفسوا يشوفوا يحبوا ولهذا alors شوفي انا sur les 24 مليون je vais te donner un numéro de téléphone dès demain matin تقدر تسجل نيميرو التليفون هذا يعطيك مليون هكذا كيبقاو لك غير 23 Donc je t'envoie le numéro de téléphone, tu peux appeler dès demain. Donc قولي له merci. واش merci. Merci dicté. Merci dicté. Et au merci dévouement تاعك, merci dicté. واش merci هذا. انا بلانزيا. Ça va pas être un refuge, on refuse c'est des tabla azrina les tres de refuge. هذه خدمت ليتا. Refuge c'est des tabla, c'est pas nous. كاين مساكن اللي راهم في الحبس كاين هذوك كاع عندهم واش دير بهم انا قلت لهم الغوفيس اللي تاكيد بالفخ ايه فوالا حنا كان بتيت لاقي نطون يكبروا ويقراو يربي شي يكتب لهم الدولار راهم يستكلفوا برواحهم يستكلفوا بولادهم يستكلفوا ب ايوا درك لازم حنا نحكموا لا سيتياسيون بيدينا انا شفنا باللي هاد الدوله هادي ما تصلح والو تصلح غير ليهم منكم واليكم يلعبوا بينا وكل ما في مساقوني دراهم كيفاش تيغا اخي كان كنا هضرت دوك هاد البالي واش قلت له قلت له ما ساقوا والو ما ساقوش دراهمكم تعرفوا بالرفق خلينا شويه نتحركوا يا اخي وكان دي تيغان مطيشين ديروا لنا لافير خلونا نشوفوا كيف يديروا لك اخي راه ممكن تبيع تبيعوا ديروا لنا شويه معرفه ديما هذا واش قلت له قلت له باقي ما تحبوكمش كاع لي زالجيريان راهم اوكي فوالا دونك انا في ان بتي تور دوريزون مي جو سي كو عندك مشاكل على بالي بالمشاكل اللي عندك وانما افيك سيت ايميسيون ونتمنى الناس تشارك وعلى بالي باللي الجزائريين في الجزائر يعني مازالهم جزائريين كاين انا نهضر هكذا اون كونيسونس دو كوز باسكو كاين بزاف جزائريين
تغربوا راحت لهم لاجيريانيتي تاعهم، ولا يخموا شغل تاع الحكومه، يعني كيسيون دانتيري برك، ما كاينش حاجه عاد اخرى. اما الجزائري اللي راهو في الجزائر، جو فوز اسير كو جو بارل فرونشمون، يعني ما بدون لف ودوران، الجزائري في الجزائر واحد يقدر يتكل عليه. كاين واحد الباقي، ها؟ يقول لك الوطن للاغنياء والوطنيه للفقراء. ايه هيفا، واش كاش ما عندك تقولي قبل ما ننهي؟ متكل عليهم، راني متكل عليكم لي زالجيريان، هذاك الهيشه متكل عليكم. غدوه ما تكونش هيفا، نتوما لازم تكونوا، غدوه ما تكونش تما اللي موراكم. يفو لازم نبنيو اون جينيراسيون، هذه لا جينيراسيون تاع العنف هذه، يفو كون نسي دو لابولي، غادي ما خلاص ما نقبلوهاش. يفو كون كري نوفيل جينيراسيون، باسكو لا سي فوتو على بالكم. سافا اون با افوار دي بسيكوبات دي سيريال كيلر، ما تطولش، راهو العجب راهو صالي برك من السامعين به. يفو كون ابخان اكري اون جينيراسيون، وهذه خدمتنا. سوايون فور، نحبسوا العنف في الهضره، تبغي نضربوا سخونين وكاع، بصح كاين عنف من العنف. ديروا النيه شويه وربي يجيب غير الخير، وبلادنا راحت لها البركه، والله راه ما كاش البركه. اون ابوا افوار تو تو لو بيان، كاع لو موند اونتي شاهي فينا، عندنا الثلج، عندنا سكو فو فولي. بركة الله ما كاش، باش تكون بركة الله ما كاش، حاب يقول ما راهوش قابل باش انا نديرو لا شوز كي با با. اولا توا كان دي زانيمو رامي يسون يسفون الكتروكيتي بدراهمنا، دونك الا بدراهمك نتايا اللي كنت تتعب عليهم تي زامبو يخلصوا هذوك لي بيرسون كي الكتروكيت، نمدي با بلي دراهمك فيهم بركة، مستحيل راك تخطب بيهم. كيفاش يكون فيها البركة؟ راهي اكثر من الريبة ولا اوتخ شوز. يفو نفيقو لعمرنا ونديرو اليد في اليد، اوكي خافا ونصوفيو هاد الحيوانات مساكن. اون لي سوفون اون نوتر بيي، برك ماهمش فايقين لها، ماهمش حاسين لها برك. الور يقول لك هادو يجيبوا لاراج وكامل، فاهمين يرحم باباك باللي القطط هما اللي ياكلوا الفيران، الفيران يجيو من الوسخ الزبل اللي ترميوه، لي كفار يجيو من الوسخ، القطط هما اللي ياكلوا لي كفار، هما اللي يقتلوه. savoir que les rats les rats ils gardent une maladie appelée la leptospirose, elle est mortelle hadi la maladie. C'est rare on y se colle avec des séquelles. Il faut savoir que le cafard fait des maladies latentes, il salmonellose, hadi gar ma yitqof sh'ira tou la yitlou lek el kouzina, c'est pas le chou yitla lek el kouzina w yedour yedkhel lek fouq el ma'an w fouq el gharab. Il faut savoir que wala ya3dak ya khay la tروح la studio pas des vaccinations. Mais maladie dangereuse qui m'a la sclérose ou l'autre maladie, avec le temps d'incubation, après 10 jours, 15 jours, après, tu vas avoir des symptômes. Il y a le diagnostic. Donc, ouais. وهادو اللي يديروا دي الكباش هذوك اللي عندهم الكرون ويديروا دي تورنوا هكذايا، والشعب داير يعني سي انكرويابل. راني موشي التصويره هنايا، يعني حاجه اللي ما فهمتش، يا هادو جزائريين ولا شكون؟ منين خرجوا هادو؟ واش هو هذا؟ حنايا في حنايا في القران ربي خير الكبش، ما خيرش البقره، ما خيرش الغزاله، خير الكبش. هما واش يقولوا بكري اضحيه، اسم ربي عطى قيمه كبيره. يقول لك ديجا قال لك لا ديفيرونس، خلى له اون كو طويله بوغ تخبي لاموس وتخبي زاتريبيو سيكسويل، تخبي با ريسبي ماشي كيما المعزه وكاع لي زعكتهم الدور. دونك اون فوا مانيوس اون فوا تو سا، دونك لا لو ريسبي بور سي تي تي دي بلوس لي ايور ما كانش كيكون كيكون دي شيا مي ان ريسبيك مو تا بو كينو، باسكو ما كان عندهم دي دراهم. هذه هي الحكايه اللي تقول لك قربي قربة، هذه كانت في تونس، وين حبيت وين عاود؟ اوكي في تونس في تونس ايزافي ميم ان ستاتيو في المينيستير تاع السبور قايل الكومبا و سي فغي كو لي هي الناطقين اللي بعد هادو كاع عندهم في الدرون يتقاتلوا بيناتهم، بصح ماشي حتى الموت عندهم، ربي عطاهم انتقام باش يضربوا فوغ لي لور دي لا
ما كي رحتي؟ لا يديروا له الحنه يا ايوه يشقموه تمدم دايرين دي سامبل تاع نايك يوصل حتى 6 مليون هذاك الكبش تخيل. أفن الجيحة بسوري يعني ما سينكرويل شكون اللي دارها هذه سي لي موند تيير موند عندنا لا صومالي لا صومالي لا ما غلطش ماشي لا صومالي لوتر بي دافريك نسيت ليسونسييل كان لا سو ان بي دافريك ما لا صومالي عندنا لاندونيزي وعندنا تونس اسما لي بيي كاع المحقورين كاع ديجا رانا حنايا مبالي لهم اطاردي ونزيدو نديرو حاجه هكذا اسما ماشي حاجه تاع لي زيتازيني ولا حاجه تاع لي بيي ديفلوبي اسما غير لي بيي سو ديفلوبي اللي يديرو هذه العقليه. موفق اشكرك جزيل الشكر هيفاء واتمنى يجوك بزاف الاتصالات ونتمنى هاد التيران هذايا تقدري تكريه ان شاء الله يصدق. ما تنساش راني نبعث لك دوك نيميرو تليفون دي دو ما تي بو ابلي اشكرك جزيل الشكر وراني معاك قلب ورب ربي يعطيك الخير ان شاء الله يعطيك انت صح يا انا لا فولونتي اللي عندك وشي رهيب يعني فرانشمون احبك كيف الله والله العظيم هذاك نحبك يا خويا هيفاء تهلا في روحك قاي على خير ميرسي بوكو اي بون كوراج